شانتال بونجور. بونجور، اهلا وسهلا. ميرسي، اول مره بنلتقى الاحد. ايه مزبوط. اليوم شو بدنا نحكي؟ بدنا نحكي موضه الاعياد. مزبوط. شو بنلبس؟ بدنا نحكي شوي عن موضه الاعياد، كيف ننقي شوي قطع من خزاناتنا، لانه هالسنه مثل ما بتعرفي ريف مش مثل السنين اللي قطعت. قد ما فينا بدنا نجرب هيك نكون نجرب نخلي العيد يكون ايجابي، نركز صح. على انه نجتمع لو بالبيت بين بعضنا بطريقه هيك متواضعه بالظروف الصعبه اللي نحن عم نعيشها. بالعاده نحن معودين على عجقه السير والاهالي عم تشتري ثياب لاولادها، وهالسنه هذا الشيء ما رح يصير. رح نحكي شوي عن شو دارج نلبس، كيف فينا نلبق اشياء موجوده عندنا بالخزانه، كيف فينا نعدل على قطعنا، خاصه الامات اللي عندها اولاد صغار. وبتعرفي بهالايام كثير صعب يكون عندك ثلاث اربع اولاد وبدك تجيبي ثياب للعيد. بما انه الترندز هيك السنه بسيطه شوي بتنزاد على القطع، كثير سهل انه نعدل القطع نحن عندنا اياها بالبيت، وبكل منطقه في خياطه، بكل كل شخص بيعرف حدا. صحيح. بيعرف هيك يقصر يضيق يعدل على اشياء نحن عندنا اياها بطريقه مهضومه. اول شيء الاولاد بينبسطوا، فينا نقلبها على طريقه هيك خلاقه نقدر نشتغلها مع الاولاد، نعملها بطريقه مهضومه، ما نخلي حدا يحس بهالضيقه اللي عايشينها. نزيد هيك ايتمز صغار يعطوا القطعه هيك جماليه. مظبوط. مثل ما قلتي عن جد شانتال، اوقات نحن دائما بنفكر انه دائما اول رده فعل معنا تياب، بس عن جد واحد اذا طلع بخزانته بيقدر يطلع 10 او 15 اوتفيت يلبسهم، بس هيك بده واحد هيك بعرف كيف يبرم الشغله بطريقه صح، ينسقها هيك بطريقه مختلفه، يعدل عليها شوي وبتتغير، لانه ترندز بسيطه هالسنه. يعني حاعطي رقم تليفونك انا هلا على التي في، اي حدا عباله هيك استشاره بعلم. وعن جد شانتال كثير مزوقه، ويلا وي جو فور ات. لا عن جد يعني anyway، خلينا نبلش هلا بالصور. هلا اول شيء للاشخاص اللي كثير بتحب تتابع الموضه والترندز، امبارح طلع لون السنه من قبل الشركه العالميه اللي بتحدد وبتصنع الالوان بانتون. نعم. ولون السنه هو الفايلت او الموف. او حتى الليلا، يعني بكل تدرجاته كان مختفي هاللون لفتره طويله، واللون كثير دارج هالسنه. بقى الاشخاص اللي عندها هالقطع بخزنتها تلبسها، لانه رح تشوفوها ملاي المحلات، وهذا من اللون الرويال كولرز، يعني بالتاريخ كنا على طول نشوف الملوك بس كانوا يلبسوا فايلت، لانه كانت من الالوان الغاليه بالقماشات، واغلى لون انه ينصبغ او يتصنع. بقى هذا اللون هو لون السنه، السنه الماضيه كان الرمادي والاصفر، والسنه هو من الرويال كولرز الفايلت. رح نبلش اول شيء نحكي شوي عن لوكس العيد، كيف فينا هيك نركبهم او ننسقهم من خزاناتنا. اول شيء كثير دارج السنه الانكل سكيرت والبليسي، وللاشخاص اللي ما عندهم هيدي القطعه كثير سهل انك تلبسي الماكسي دراس الساتان اللي انت عندك اياه، وتزيدي فوقه هيدي البيول حيلا بيول انتم عندكم اياها، وتخلقوا مونوكروم لوك، يعني حسب شو الالوان اللي انتم عندكم اياها، ولازم يكونوا نفس اللون، بيطلعوا اكيد اجمل لانه دارج المونوكروم. وعلى العيد حلو تلبسي هيك لوك متوحد اللون، بيعطي تقل، بيعطي كلاسينس، وتزيني شوي بالاكسسوارز، يعني تحطي جولري خفيفه بيطلع لوك كثير ناعم. والحلو بالسكيرت الانكل سكيرت انه للاشخاص اللي بتحب تكون اكثر كاجوال بيلبق تلبسوا معهم سنيكرز، وبيلبق تلبسوا معهم الكعب. كثير دارج البليسي السنه، تلبسوا بليسي سكيرت مع بيول، هيدي التنوره اللي بتجي مكسره اذا بدكم، مع حيلا بيول انتم عندكم اياها، بيطلع لوك كثير مهضوم. او اذا ما عندكم سكيرت البليسي، ماكسي دريس اللي عندكم اياه للانكل بتلبسوه، بتزيدوا فوق البيل، بيصير عندنا هيدا اللوك المهضوم هيك لونه فاتح ابيض او بيج، بذكرنا شوي بمود العيد، المود الشتوي. تاني لوك رح احكي عنه لليوم، اذا كنا نحن رايحين عندنا مناسبه على العيد كثير مهضوم كمان نكون لابسين المونوكروم لوك، ونزيد فوقه يا بليزر يا كوت كمان باللون الابيض، وبكل بساطه بتزيدوا اكسسوارز جولدن، وبيعطي لوك حلو. ننتقل على الصوره الثانيه اللي تنقوي شوي اذا بدكم اللوك، او للاشخاص اللي بتحب شوي تلبس اشياء فيها شويه لمعه. السيكوين السنه وقتها كنا عم نحكي عن الرانواي لوكس شو دارج، قلنا انه كثير دارج البايات. صح. ودارج البايات بالكاجوال لوكس كل يوم، وكلنا عنا هيك قطع يا توب يا بنطلون يا فستان، يعني الفستان فيكم تزيدوا كمان فوق بيول مثل ما شايفين بالصوره النصانيه مع كروس باج، بصير عندكم هيك كاجوال لوك مع ميتاليك يعني بذات الوقت، او البنطلون سيكوين فيه لمعه تزيدوا له بليزر، او تزيدوا له شميز من فوق، حيلا درس انتم عندكم اياه من قبل مثل فساتين السهره اللي كنا نكون عندنا اياهم البايات، فيكم تزيدوا فوق بيول من فوق ما راح تبين، بصير عندكم هيك لوك شوي مظبوط مخلوط. رح ننقل على الصورة اللي بعدها لنكفي هيك شوي بأفكار لوكس العيد اللي فينا ننسقهم من خزاناتنا.
بفتكر الصوره اللي بعدها رح تكون الفستان اللون الاحمر. أحمر. كلنا بنعرف انه على العيد اكثر شيء بنحب نلبس اللون الاحمر، بس اللون الاحمر هو لون كثير دقيق، عاده على طول بتشوف في اغلاط بطريقه التنسيق، بيعطي اوقات تشيب. مظبوط، كثير دقيق لانه بدنا نعرف كيف نعمل له ستايلينج. اول شيء اهم شيء بليز اللون الاحمر ما نلبس معه كلون اوباك اسود. هيدا الخليط نمبر 1. هيدا الخليط بالالوان بينقز شوي، لانه بس تخلطوه مع لون هالقد غامق، وبشوف كثير اشخاص اللي بيخلطوا البوردو مع الاسود او الاحمر مع الاسود بيلبسوه بالكولون الغامق، هو اوريدي الاحمر وقح وقوي، بدنا نناعم كل شيء بس نلبس احمر، الميك اب بده يكون ناعم، الشعر بده يكون سليك ومرتب وناعم، يا ليس يا نربطه بطريقه مرتبه، نلبس كولون كولر شير، وساعتها شوز يكونوا يا ميتاليكس يا نيود، اذا كنا لابسين سوت بيلبق تلبسوا بامبس اسود او بوتس اسود، بس اذا كنا لابسين دريس احلى للمدى نترك بطريقه هيك مرتبه نعطي مدى لجسمنا، نلبس نيود او باج منريح العين، يعني ما مننقز العين بلونين قوية بذات الوقت. صح، رح ننقل على الصوره اللي بعدها اللي عم نشوف فيها السيكوين لوكس اللي دارجين كثير هالسنه. كثير سهل تلبسوا تي شيرت سيكوين يلي هي البايات، يعني القماش البايات مع جينز، ساعتها بتعملوا هيك لوك فيستيف. فينا نلبسهم بالنهار بموسم الاعياد، انا بحبهم كثير. دارج السنه الريدي تو وير يكون سيكوين، يعني دارج تلبسي التوب مع الكوت وتظهري فيهم بالنهار بلا عيد. اوكي. بالايام العاده، بس هيك مهضومين انك تلبسيهم مع جينز بتخلطي، انا ما بحب تكون الشخص على طول كثير مرسم. صح. هيدا الخليط هيك ببين انه هو افورتلس، يعني لبس بطريقه مريحه مش كثير زاده باللوك، وبذات الوقت خرج عيد. السوتس السيكوين السوتس البايات دارجين كثير الفول لوك، للاشخاص اللي ما بتحب تقوي هالقد فيكم تلبسوا البليزر لحال مع بانتس تروقوا فيها شوي او العكس. اذا بدنا نلبس دريس سيكوين لنريح العين شوي، بما انه البايات شوي بمل الشخص ببينه. صح. شوي انصح لانه القماشه سميكه، كثير سهل تزيدوا بلت جلد، يعني الفساتين اللي انتم عندكم اياها البايات زيدوا فوقها بلت جلد تلبسوها مع بومبس كمان ناعمين، بيطلع كثير سهل اللوك وحلو، او تخلطوه مع بوب كولر، بما انه كمان هذا من الترند اللي دارج هالسنه مثل ما عم تشوفوا باللوك الفضي، اذا كنتوا لابسين ميتاليك يا فضي يا ذهبي يا برونز، ساعتها بالساك والشوز بتنقوا هيك بوب كولر قوي، بتعطوا حركه حلوه للوك اللي عندكم اياه. رح ننقل على الصورة اللي بعدها اللي رح نشوف فيها شوي رانواي لوكس اللي حكينا عنهم بفتكر بالمرات الماضية. مظبوط، دارج السنة الفيذرز مع البايات، وهذا الشيء اللي كنت بدي احكي عنه بس بدنا نعدل القطع. كتير سهلة انه نجيب رولو فيذرز رولو ريش وتزيديها على كمام البليزرز مثلا، فيك تزيدوها على كعب الفستان، هول اشياء هيك مهضومة بتغير كل القطعة بتغير شكلها كله خاصة للاولاد، يعني هول اشياء كتير مهضومة وكتير سهلة انها تنعمل بالقطع اللي عندكم اياها، او حيلا دريس بايات عندكم اياها ليك شو حلو تلبسوه مع بليزر، وقديش سهل هيدا اللوك وبيعطي اللوك فيستيف وحلو بذات الوقت. الريش كتير دارج هالسنة، اللي عنده فستان اسود سام إذا زاد على الكمام أو على الكرسي أو على كعب الفستان بغير فستانه بكامله، ببين كأنه جايب قطعة جديدة، وبذات الوقت نكون عم نلبس لوكس، يعني إحنا على الرانوي 2022 كأنكم لابسين أجدد الأيتمز وأنتم بتكونوا عملتون بالبيت. رح اختم باخر صوره للاشخاص اللي بتحب على طول يكون عندها سمبل لوكس، كثير دارج تلبسوا الميني سكيرت مع البوتس العالي او الماتو او البليزر دريس او حالة بليزر طويله عندكم اياها بتلبسوها بتزيدوا عليها بلت او بتسكروها مع بوتس عالي، بصير عندنا هيدا الوينتر لوك اللي كثير عم نشوفه بفيرساتشي، عم نشوفه بالبراندز الكبار اللي دارج فيه الميني سكيرت تبع السفنتيز اللي كانوا يلبسوها من زمان مع باندانز، هيدا اللوك كثير دارج هالسنه وكثير سهل انه نكونه من خزيناتنا، يعني هيك افكار صغيره قطع نحن عنا اياها، بس منغير طريقه التنسيق او منزيد اشياء صغيره اكسسوارز صغيره يا ريش يا بايات يا القطع البايات اللي عنا اياها منعدل، يعني بدل ما ندفع هيك على كلفه كثير كبيره على قطعه من اول وجديد، حتى لو كلفتنا شكل كثير بسيط ورمزي، ولكن بناخذ هيك بشكل عام لوك من اول وجديد وعن جد بيطلعوا كثير حلوين. هلا عم بتطلع بالصور، اذا واحد هيك يفكر شانتال ما بدها عن جد كثير مجهود، بدها هيك لفته صغيره او نظره وعن جد بيطلع قطعها كثير حلوين. مزبوط، ونحن على طول بنعرف انه بنحب نرتب حالنا على العيد لو شو ما عم بيصير، لو كيف صحيح. ما كان مزاجنا ولو كانت الامور هيك والوضع كثير صعب، هيدا نهار هيك بتغيري جو فيه بترتبوا حالكم، هو هيدا النهار اللي هيك بنكون فيه ايجابيه وبنجتمع كعائله
اشياء سهلة كتير، فينا حالة حدا بيعرف خياط قريب منعدل على قطعنا اشي عنا اياها بالخزانة من غير بتنسيقة، منكون كوننا لوك مهضوم للعيد هالسنة. شانتال thank you very much. thank you لك. حلوين الخبريات وعن جد هيك بيعطوا للواحد يرجع يفكر مرتين بالقطعة قبل ما يرجع يستغني عنها او حتى يحس انه هي كان على الاقل ما لها عازة حاليا بخزانته. نحن بنلتقى الخميس ان شاء الله. بريك علينا صغير ومنتابع فقراتنا من صباح اليوم.